بدا مشهد الانفجار واضحا وان على بعد اميال. تطاول اللهب عاليا في سماء دبي. اما هنا قريبا من موقع الحادث في ميناء جبل علي، فكانت ألسنة النيران تلتهم السفينة المحترقة، السفينة المجهولة الهوية إلى الآن. أما المعلوم أن على متنها ثلاث حاويات بها مواد قابلة للاشتعال، يقول القائد العام لشرطة دبي. عند هذا الحد لا يعرف بعد أي شيء. السفينة كانت في طريقها لمرساها على رصيف ميناء هو أحد أهم الموانئ العالمية. فجأة دوى الانفجار، وفي أقل من ساعة كانت النيران قد أخمدت وأخلي الطاقم بسلام. أما عن الحقيقة فتقول السلطات الإماراتية فلن يكشفها إلا التحقيق، لكن مسرح الواقعة ميناء جبل علي عصب خطوط الملاحة البحرية في المنطقة، فلا يحرض كثيرين إلا على طرح أسئلة أخرى أو حتى على الذهاب بعيدا في التحليل. هل صورة ما جرى في هذا الميناء واضحة وكما سردها أكثر من مسؤول أمني؟ حادث طبيعي عارضي بعد أن ألهب الحر صيف الخليج، أم هل دبر بفعل فاعل؟ هل سيصنف في خانة الحادث الغامض ما دامت هذه السفن ترسو على ضفتي خليج لا يكف فيه الحلفاء والخصوم عن تبادل الرسائل الخشنة؟ بين الفرضية ونقيضها لا شيء محسوما ولا دليل ملموسا سوى أن الملاحة عادت للميناء والسفن ما زالت ترسو والتحقيق مفتوح.